هي قفل المصنع او خيار الـ OEM unlock. كويس، ده بالانجليزي طبعا، موحد الاسم بالانجليزي. اول حاجة هتمشي للضبط وهتمشي لخيار المطور في الاجهزة الحديثة، هتلقاه هو ما في. تمام، عشان تعمل الكلام ده لازم اول حاجة تعمل الايقاف التلقائي للتاريخ، التحديث التلقائي للتاريخ، تعمل له شنو ايقاف. بعد ما عملت له ايقاف تقوم ترجع التاريخ بتاع الجهاز الى تاريخ قديم. كويس، تحاول تظبط الجهاز وترجع شنو لتاريخ قديم. بعد ما رجحته طبعا يا جماعة لازم يكون اتصال بالانترنت مقفول، الا عن طريق الواي فاي، الا عن طريق شنو الواي فاي. تقوم تفعل الواي فاي بتاعك يكون شنو، يكون شغال. كويس، بعد كده بنمشي لتحديث الجهاز، نعمل ايقاف التحديث التلقائي وبنعمل تحديث يدوي. تمام، نعمل تحديث يدوي، انت لو عندك تحديث جاي نازل ما تنزله، ما تشتغل به. بعد كده بنعمل ايقاف تشغيل الجهاز بعد ما عملنا التحديث اليدوي بتاعنا. كويس، وشفناه واي حاجة. كويس، بنعمل ايقاف تشغيل الجهاز، نعمل له ريستار. كويس، وبنشغله تاني. تاني ممكن تمشي خيار المطور. كويس، هتلقى انه الـ OEM اشتغل. تمام كده، تفعل معانا شنو، تفعل معانا الخيار بتاعنا في الأجهزة الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.